السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد. موضوع الحصة سنعرض فيه طرق تعيين رئيس مجلس الإدارة، طرق تعيين مجلس إدارة. وإذا كان المحرك الأساسي للشركة هو مجلس إدارة، فإنه لا يمكن أن يقود الشركة بسرعة وبشكل ممتاز، لأن وسيلة التسيير جماعية. لذا ألزم المشرع المغربي بتعيين رئيس له، ويكون شخصا طبيعيا، ويتم ذلك عن طريق الانتخاب. إذا كان المحرك الأساسي للشركة هو مجلس إدارة، فإنه لا يمكن أن يقود الشركة بسرعة وبشكل ممتاز، لأن وسيلة التسيير جماعية. لذا ألزمه المشرع المغربي بتعيين رئيس له، ويكون شخصا طبيعيا، ويتم ذلك عن طريق الانتخاب. ولا يمكن للمجلس ولا للجمعية العامة أو نظام الشركة أن يقرر عدم تعيين رئيس لمجلس إدارة، أو يقوم هذين الأخيرين بتعيين الرئيس بدلا من المجلس، لأن الأحكام القانونية المتعلقة بالتعيين تعتبر إلزامية، ويؤخذ قرار التعيين وفق النصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 50، والتي حددت النصاب في حضور نصف أعضاء المجلس حضورا فعليا، مع إمكانية تمثيل بعض المتصرفين للبعض الآخر، كما جعلت الأغلبية في أغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. أما في لبنان فيتم تعيين الرئيس بإجماع أصوات المجلس أو بالأكثرية. إلا أن المشرع المغربي لم يحدد الطريقة التي يتم بها الانتخاب، هل يجب أن يكون علنيا أم سريا؟ أما المشرع السوري فقد أشار في المادة 191 من قانون التجارة على أن الرئيس ينتخب بالاقتراع السري من طرف المجلس، ونفس الشيء نصت عليه المادة 145 من قانون الشركات الكويتي. وفي حالة حصول عائق لرئيس مجلس إدارة منعه من القيام بمهامه، فإن المجلس ينتدب متصرفا للقيام بمهامه، وإذا لم يستطع تعويضه بأحد أعضاء المجلس يتعين تعيين متصرف إضافي يتولى مهام رئيس المجلس، المادة 39 من قانون الشرطة، مع مراعاة أحكام المادة 40. إذا إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وأدعو الجميع للمشاركة في قناة يوتيوب جعفر تيادري، و بالتوفيق والنجاح.